مسيره طلابيه معناتها بديت من الكليات نتاع جهه مونفلوري معناتها غادي توجهنا بعد الكليه 9 ابريل تعفينا معنا مجموعه من الطلب وتعدينا من بعد قصر العداله هنا معناتها اللي رمزيته كرمز للعداله والمطلب للثوره اللي هو استقلال القضاء هذا هو معناتها المسيره اللي خرجت احتجاجا معناتها على الاحكام يعني البهزه اللي خرجت نهار السبت في حق شهداء وجرحى الثوره حاولت من استعاده النفس الثوري في الشارع ورد الفعل لانه مسائل كيما هكا ما لازمش تتعدى من غير رد فعل لانه ماهيش مسائل سهله حتى اليوم جينا نلقاو روحنا في نقطه صفر رجعنا كيما كان مجرد توافقات بين سلطه بن علي والمعارضه التاريخيه نتاعو وما عادش فما وجود لا لاهداف الثوره لا شعاراتها وحتى الحقوق شهدائها اليوم نلقاو يعني ناس الكل عطاوها بالظهر مجرد بيانات يعني ما ينبنى عليها حتى شيء في النهايه نقولوا نخب الكل والمسار السياسي اللي اختاروه هما يتحملوا مسؤوليه الوضعيه اللي وصلنا لها في البلاد لانه وقت اللي تسلموا السلطه وتسلموا هما المسؤوليه نتاع الثوره هذه كانت الثوره في عنفوانها وكانوا على مسافه شهر وشهرين من اخر تحرك ثوري اللي هو القصبه 3 كان الشارع في عنفوان وكان مستعد لدعم يعني اي تحرك في اتجاه استكمال مسار الثوره لكن لقينا انه نخب هذه يعني ساعات لتخدير الثوره هي ومحاوله غلق ملفاتها وجريت وراء يعني توافقات وهميه ما عندها حد معنا، انا نشوف في نتائجها اليوم.